مساء الخير أحبائي وأعزائي، العجيب وما العجب ما فعلته فينا مع القس زكريا بطرس. زكريا بطرس هو قمص قبطي مسيحي أرثوذكس، ولد في عام 1934 واترشم في شبين القوم، وتم نقله إلى طنطا ثم رجع إلى كنيسة ماري مرقس في القاهرة، عمل كاهنا في أستراليا سنة 92، ثم عاد إلى مصر، ثم عاد بإنجلترا واشتغل في إنجلترا ودرس في كلية الآداب وحصل منها على ليسانس التاريخ، أثر في تكوين شخصيته واتجاهه. ورث عن أخيه إنجيله الذي أصبح إنجيل بطرس فيما بعد. أعطته مجلة وورلد جائزة دانيال العام عن برنامجه حوار الحق سنة 2008. وصفته صحيفة الإنسان الجديد بعدو الدين الإسلامي رقم واحد. كما وضع تنظيم القاعدة مكافأة بحوالي 60 مليون دولار لمن يقتله. بطرس زكريا أو زكريا بطرس يطلق باسم فايز بطرس 24 أكتوبر سنة 34 اتولد بكفر الدوار محافظة البحيرة مصر. إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية، الجنسية مصري، الديانة مسيحي قبطي أرثوذكس، المهنة قمص، اللغة الأم لهجة مصرية، اللغات هي العربية والإنجليزية. أصبح اسمه معروف للعامة بعد ظهوره في برامج لقناة الحياة الفضائية التبشيرية سنة 2003، والتي تعمل على انتقاد الدين الإسلامي ورسول الإسلام بأسلوب يعتبره المسلمون أسلوبا تهجميا غير لائق، أثار الكثير من الجدل، ولم يرضى الكثير من المسلمين، مما أدى إلى تناول موضوعه في بعض البرامج الاجتماعية، كما حظيت باهتمام وتغطية من قنوات عالمية. وفي يوليو من العام 2010 أبلغت منظمة جويس ماير التبشيرية، وهي منظمة تبشيرية أمريكية تعمل بالشراكة مع قناة الحياة، التي أبلغت قناة BBC عربي أنها ستوقف بث برامج زكريا بطرس، في رسالة جاء فيها إن وسط المنظمة في الشرق الأوسط أبلغ بأن قناة الحياة التبشيرية قد قررت التوقف عن بث برامج القمص زكريا بطرس، وأن هذا الشهر هو الأخير لبرامجه على شاشة القناة. جاءت رسالة منظمة جويس ماير إلى تلفزيون BBC عربي في إطار إعداد القناة بفيلم وثائقي عن المتنصرين في العالم العربي، ضمن سلسلة برنامج ما لا يقال الوثائقية، وقد سمي فريق البرنامج إلى لقاء المسؤولين في قناة الحياة التي تعمل في سرية تامة، وتحيط العاملين بها بإجراءات أمنية متشددة، ليستفسر منهم عن تفاصيل أسباب إيقاف برامج زكريا بطرس. غير أن الرد على كل محاولات الفريق كان يقابل بالرفض من قبل المسؤولون عن القناة، متحجبين بأن ذلك راجع لأسباب أمنية. ثم توجه فريق عمل البرنامج إلى منظمة جويس ماير لعلاقة الشراكة الموجودة بينها وبين قناة الحياة، ولكنها رفضت بدورها. افتتاحة قناة جديدة، قام في إبريل 2011 بإطلاق قناة جديدة خاصة باسم الفادي تبث بأمريكا الشمالية،
وهي تبث الآن في الشرق الأوسط، وردود فعل إخوتنا المسلمين أدى أسلوب القمص إلى خلق سخط عام من قبل إخواننا المسلمين وكثير من المسيحيين، مما حدا بعض الأساقفة إلى التحذير منه. وفي تصريح للبابا شنودة بأن أسلوب زكريا بطرس غير مرضي، وأن مشاكله لا تتعلق بالهجوم على الإسلام وحسب، وإنما بمفهوم للخلاص واعتقاده بالخلاص في لحظة الردود والمناظرات، أدى أسلوب القمص في حوار الآخر إلى عرض مجموعة من المثقفين وطلبة العلم المسلمين الرد على القمص زكريا، وآخرين قرروا أن يتجاهلوا. وكان أبرز من قام بالرد عليه الكاتب المصري أبو إسلام أحمد عبد الله والدكتور إبراهيم عوض ومصطفى الثابت ومحمود القاعود والدكتور عبد الله البدير أو البدر كما ادعى بعض هؤلاء القمص إلى مناظرة مفتوحة في مكان محايد كالإذاعة أو التلفزيون أو بالتوك، ومنهم الشيخ وسام عبد الله وخالد البندي الذي يتهم زكريا بطرس بالتهرب من المناظرة، مما جعله يصرخ في حوار له مع العربية إنه مستعدا لهذه المناظرة على أن تكون في مصر. رفض بطرس بعض المناظرات، قام أبو إسلام أحمد عبد الله بدعوة زكريا بطرس لمناظرة على أن تكون في مصر، وأن لا يخطئ بطرس في حق الإسلام، إلا أنه رفض مبررا ذلك لأسباب أمنية. مطالبات بإسقاط جنسية، قام المحامي المصري نبيه الوحش بتقديم إنذار لرئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ورئيس الداخلية السابق حبيب العدلي والبابا شنودة، مطالبا بإسقاط الجنسية المصرية عن زكريا بطرس لإخلال بطرس باستقرار وأمن مصر في الداخل والخارج، واعتبر أن إهانة الإسلام كالخيانة العظمى، وقال إنه إذا لم يتهم تنفيذ ما جاء في الإنذار سيقوم باللجوء إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لاستصدار حكم بإسقاط الجنسية المصرية. طلبات للقبض عن طريق الانتربول، قاد محامي مصري رئيس الجمهورية ووزير الخارجية والداخلية والإعلام النائب والعام لعدم التحرك لمواجهة زكريا بطرس، مطالبا رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة التي تصدر منها بث قناته وطرد سفير هذه الدولة من مصر وسحب السفير المصري منها، وطالب وزير الداخلية السابق حبيب العدلي بتكليف الانتربول الدولي بالقبض على بطرس وترحيله إلى مصر لمحاكمته، كما طالب وزير الإعلام السابق أنس الفهري أن يصدر أمر بمنع بث قناته. سابقا قام أربعة محامين بالمطالبة بنفس الشيء دعوات لقتله. دعا تنظيم القاعدة إلى قتل زكريا بطرس واضعا على رأسه 60 مليون دولار. فيينا، كان سيقوم محاضرة في فيينا يوم 6 مايو 2010، لكن ألغي المؤتمر بعد أن وصلت تهديدات إسلامية كثيرة بالعنف. هذه المحاضرة كانت من المفترض أن يكون أول ظهور عام له في أوروبا. سابقا رصدت القاعدة مبلغ قدره 60 مليون دولار لمن يقتله. أحبائي وأعزائي، لكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم أمين، ولنا كل السلام لكل إخواتنا المسلمين، وإن شاء الله تكون علاقتنا علاقة جيدة وعلاقة محبة. أشكركم على كل شيء، وربنا يا رب يتمجد ويكون كله في سلام وخير.